انطلق الموسم الدراسي الجديد بعد تجهيز كل ما يلزم لنجاحه من مدارس وكادر تربوي وسط إقبال كبير من الطلبة، حيث تم استقبال الطلاب من قبل الكادر التدريسي الذين أكدوا على بذل كامل طاقاتهم ليكون عاما مميزا في ظل الأوضاع التي تمر على سوريا. نحن في مدارسنا فتحنا الصفوف وفتحنا الشعب الصفي ونقول لطلبتنا أهلا وسهلا بكم، نحن على أتم الاستعداد لاستقبال هذا العام الجديد ليكون عاما مليئا بالجد والنشاط. مع بداية العام الدراسي الجديد وانتصارات الجيش العربي السوري على امتداد رقعة الوطن، كذلك إن شاء الله سيكون الكادر التربوي على قدر المسؤولية وسيكون كجيش رديف للجيش العربي السوري في مدارسنا لرفع سوية أطفالنا بشكل عام وخاصة انتمائهم للوطن وقائد الوطن. الطلاب حضورهم كان كتير جيد وإقبالهم جيد على المدارس، جهوزيتنا كاملة إن شاء الله بكامل الطاقم التدريسي، مشكورين إدارة ومعلمين على التفاعل الجيد منذ بداية العام الدراسي. الطلاب كانوا سعداء ببداية العام الدراسي وأكدوا بأنهم سيبذلون أقصى الجهود من أجل التفوق لإعادة بناء الوطن والتخلص من الإرهاب. كلياتنا واقفين إيد بإيد وجنب بعض ورح نكمل مسيرتنا التعليمية والدراسية ورح نكون إن شاء الله من المتفوقين، وما رح حدا يوقف بوشنا ورح نقوم بالبلد ورح نخليها ترجع توقف على أجريها مثل أول وجديد، وإن شاء الله يا رب بسواعدنا اللي نحن كلياتنا قوايا واقفين جنب بعض وإيد بإيد رح نخلص من الإرهاب ونتخلص منه. رحنا اليوم مبسوطين كتير لأن جينا على المدرسة وشفنا رفقاتنا وكتير احنا اليوم مبسوطين. نشكر الانسات والاساتذه انهم اللي علمونا، ان شاء الله بدنا نكون المتفوقين والمثابرين والمجتهدين. يوما بعد يوم تؤكد سوريا اكثر فاكثر قوتها ومناعتها في مواجهه الحرب الشرسه التي كان هدفها تدمير العقول. ارادت يد الارهاب الدمار والخراب لوطننا، ولكن ابت العقول المنيره الا ان تزرع العلم والمعرفه، وها هو العام الدراسي الجديد ينطلق بعزيمة وإصرار من طلبتنا في المضي قدما في مسيرة العلم والتعليم. من نبل والزهراء، مصطفى كوسى، الإخبارية السورية.